في ظل تسليط الضوء واسع النقاط على يوم الثلاثاء الكبير، لأنه الحاسم في أسماء المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، والمقرر عقدها في نوفمبر المقبل. تعد أصوات بعض الولايات فارقة في حسم الموقف، ومنها تكساس وكارولينا الشمالية وغيرها. في ولاية كارولينا الشمالية، يشعر الناخبون الشباب بالارتباك بشأن خياراتهم للانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024، إذ أوضح الشباب أن طبيعة ووضع المرشحين والحروب الدائرة في الخارج هي القضايا الرئيسية التي صارت تؤثر على آرائهم. لا أعتقد أن أي من المرشحين يمثلني أو يمثل مصالحي أو مصلحة شعبنا. أنا لا أحب أنه يدعم الإبادة الجماعية في الوقت الحالي، ومن ثم فإن ترامب أيضاً لديه مشاكله الخاصة، ولكن ليست نفس مشاكل بايدن. حالة من عدم الرضا تنتاب الشباب الأمريكي جراء احتمالية أن تسفر النتائج عن الاختيار مجدداً بين مرشحي الحزب الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترامب. أنا لا أتفق مع أي شيء يفعله ترامب حقاً، لكنني أشعر خاصة في إدارة بايدن خلال السنوات الأربع الماضية أن الكثير من الأشياء لم يتم إنجازها، مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لست راضية تماماً عن الوضع الذي وصلنا إليه. الشباب الأمريكي الذي يشعر بفارق العمر بينهم وبين مرشحي الرئاسة أعربوا عن ضيقهم من عدم وجود مرشح قريب منهم ليفهم قضاياهم بصورة أفضل. يجب أن يكون لدينا مرشح أصغر سناً بالتأكيد، وأعتقد أن أحد الأشياء الرئيسية بالنسبة لي هو أنه يجب أن يكون هناك حد أقصى لسن المرشحين. أكثر من 40 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاماً مؤهلين للتصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، ما يجعل التصويت الديموغرافي الأصغر سناً في الولايات المتحدة واحداً من أهم العناصر للتصويت في ظل تلويح الشباب الأمريكي بقلة حماسهم بالانتخابات المقبلة.